إذن بسم الله والصلاة والسلام على المرسلين، تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذن بالمناسبة يعني سيفري طولت شوية ما درتلكمش الطيور الزينة والكماري، خوكم ناصر يعني ما لحقش مع الوقت، مع دائما على بالكم نخدم زوج أسواق، يعني نخدم سوق المواشي ونخدم سوق الطيور، لهذا ديفون الحق الوطار ولا ديفون التعب ما نقدرش، ولكن اليوم كانت لنا فرصة باش نخدموا لكم فيديو خاص بالطيور الزينة والكماري. بالمناسبة صحة رمضان لكم، تصوموا الصحة لهنا، ونبداو باليويو سينيغالي. الله يبارك، شوفوا الله يبارك يويو سينيغالي، يعني راهو ناقص شويه في السوق، في واحد الوقت يدخل بقوه ولكن الان نقص لنا شويه. وشحال راهو يدير؟ عطاونا 6000 دينار. عندنا كذلك هنايا البلون ريسيسيف يا اخي، في البلون ريسيسيف شحال دار؟ هذا يدير 400. دير 400 بون، قول لي واش كاين في الطونوبيل باسكو ما جاب السلعه كامل، واش كاين في الطونوبيل؟ عندنا البلون ريسيسيف، اسمعوا اخوتي باش ندخل لكم رقم الهاتف تعرفوا واش تتصلوا. البلون ريسيسيف عندنا ليزان سيبارابل لوبالين هكذايا، هادو طفره يا اخي لوبالين، هادو وعندنا شويه كالوبسيت كذلك. وخونا يخدم يعني جميع انواع الطيور ما من المقنينه، وعندو قدمت لكم يعني فيديو خاص بالمقنين، اي حاجه حبيتوها في الطيور تقدروا تتواصلوا معاه. والمحل جاي في برج البحري يا اخي، برج البحري. قول لي رقم تاعك. 05 75 02 36 36 12 12. هذا هو الرقم تقدروا تواصلوا مع اخويا عزيزي. يقول لك بارك الله فيك والصحه في طورك، يعطيك الصحه. اصبر حبيبي، صحيت اخويا بارك الله فيك. نزيدوا ندوزوا دقيقه اخويا، دقيقه اصبروا، حط حط حط. ندوزوا عند خوتنا تاع مديه سيفري، جيناهم شاروطه لهدايا لازم يروحوا، راكم تعرفوا مع الجامعه ورمضان بيان سير. خونا هذا كذلك تاع مديه خوتي يخدم باحسن الاسعار، يعني حبيتوا جمله بيان سير، حبيتوا ديطاي، يعني قلت لكم الاسعار تاعو طوب دي طوب. الاورجينال شحال دار؟ دار سومي، راني بايع له اليوم انا. الله يبارك، شحال دار؟ دار سومي، دار 100000. ها دوك يقول لي فوتني شحال باع له باش نعرف شحال باع له. هاك تسمع، ها باع له ب 80 او يبيع سومي بارك الله. هاك تسمع خوتي، يعني 20000 او يدي فيهم و 80000 160000 الكوبله، والله غير باطل، وما 200000 باطل يا خويا. اذا دوك نخليكم الرقم تاع مديه خونا الاولاني والدوزيام، اون سي جامي اللي يحب يعني يشري جمله عليه باش يكمل. هو جيم جي تي سي، الله يبارك. كذلك عندنا هنايا الكالوبسيت، وعندنا في ليزان سيبارات. كالوبسيت شحال دار خونا؟ دار 250. 250 راكم تشوفوا 500000 للكوبلا، كذلك يعني السعر رائع. وليزان سيبارات ثاني كيف 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 250. صافي بليزير، نبداو لكم بالرقم تاع مديه خونا، يعني قلت لكم يخدم جميع انواع الطيور وباسعار جد يعني مناسبه. بيبي قول لي 097 10 39 80. المكان مديه ولا الجمعه سوق بدوه. ونروحوا لخونا هذا كذلك في تيزي وزو، الله يبارك. انت عندك محل في نيفال فيل هكذا، الله يبارك، وراكم تشوفوا يجيب لكم كامل انواع الطيور هكذا. يعني نخليكم كذلك الرقم تيزي وزو، اون سي جامي تواصلوا مع خونا. إذن حبيبي قول لي الرقم تاعك رافيد ونروح. 06 61 06 61 53 53 09 08 08. المكان تيزي وزو نوفال فيل هكذا، الله يبارك. مون فرا قول لكم صحاب طولكم بارك الله فيكم. ندوزو وبالمناسبة شوفوا هذا المكان، ما شاء الله عنده 3 سنوات مربي جان كلش مطاشي بالبلون. قول خونا قول خونا دار له صبيغه يا خويا ولكن معليش نجيبو اسما ماشي في الفون دو تان، نجيبو له لاجا ماشي لاجافيل دي ليون ونشوفو يا خويا نمسحو له. الله يبارك ما شاء الله، اسما خليق انا عند ربي جا هكذا يا وراه يزيد كيما قالكم. والشون تاعو كيفاش؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. صافي بليزير، نخلو رقم الهاتف الى حبيت. صح قول لي 05 56 38 04 56 المكان رويبه، تقدروا تواصلوا. ومرزاق شديناه كذلك يا خويا، الله المسكين راهو يستنى على جهلي يا خويا مرزاق. واش راك حبيبي؟ مرزاق كذلك يخدم الطيور بكل انواعها، واش حبيتوا؟ الله هاليك شوف، الله يبارك. هذا نينو ياك؟ شاكو تشوفوا نينو، نينو تخدموا به الميلي، كوبليو مع كناريا يخرج لكم حاجه قوه كذلك. ومام هدايا يعني شبيه في الكاجا، شوفوا هذا كوبلاج، الله يبارك. وشحال دار السوم تاعو؟ هذا 800000. وهذايا 5000 دينار. بون مرزاق يخدم رخيص برك، يخدم هذا في الكاجا يعني اللي راهم غاليين شويه، سينو يعني شوف الله يبارك ما شاء الله. كوبلير ما شاء الله. نروح لكم الان كوبلاري سيسي، الله يبارك. ويقدروا يروحوا البورتير البينو كيما هذا، يقدر يروح البورتير البينو باسكو راهو فلاطاي خشين بزاف وطويل كذلك، يعني الله يبارك ما شاء الله.
يا صاحبي خوتي هذا ماشي راه واجد، راه ديباسا الواجد هذا، يعني راه فوق 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 الواجد، يعني راه فوق الواجد. الله يبارك. واش من العام هذو هما؟ هذو فندق فندق مثلا صغار صراحه. حتى خوتي مالها هدايه هذيك لاباك فندق ما شاء الله خوتي والله العظيم ماشي ماشي نزكي ولا مي هدايا تديهم اليوم ديرهم العش اليوم ابري طرواجو راك بالبيض يعني باش كيما يقولوا نكارونتي لكم يعني هادو مولاهم الحبه خلصوا من تونس 1100 الحبه كنت تسمعوا من تونس قال لكم 1100 الحبه الله يبارك 500 اللي حاب يديهم الحبه 500 الحبه اسمها في زوج 10000 دينار ولكن خوتي هذه ما قلت لكم الا ما خدمتش على 15 يوم ما لقيتش راك بالبيض اروح ليا الله يبارك وبقى لنا كذلك واحد الهيمالايا الله يبارك دير 18 عنده 3 موا وكرافاتي كما قال لكم الله يبارك صافي بليزير مع خونا مرزاق نخلي لكم كذلك الرقم الهاتف تاع خونا مرزاق هكذايا اي طائر ولا خصكم تواصلوا مع خونا وخوتي الكفله هذه ما ترضيهوش صراحه شابه بزاف ريسيسيف نقدر نقول سيدي راهو يدير 400000 مي حاجه ماشي مقيه وماشي حاجه واجده كيما هذه صراحه يعني زيد 200000 هذوك مي راح تخدم 99% ديرك هذه هي مرزاق قول لي رقم الهاتف خويا عزيز 045 09 84 45 يعني 45 في الاخر المكان الغايه وحبيتوا الجمعه رانا هنايا بسوق بودوا لا لا بيان سير هذا يعني شغل كان في سيباراسيون ولا عش مساكن يخدموا ديرك لا لا كفله قوه مرزاق مع رمضان بيبي صافا يا خويا كيما قال لكم مرزاق صحه رمضانكم يا خويا وصحه فطركم يعطيك الصحه سي جونتي صحيت نزيدوا نجوزوا عند الاخ جاب لنا كذلك شوفوا الله يبارك عندنا في الجلوستير شوفوا حاجة شابة في الجلوستير كيف يا حبيبي الزين صافا لاباس بيا وراه أولا قد يا أخي أولا ها هذا يرقد باين هذاك مسكين يجوع 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 شوفوا الله يبارك هذه هما في الجلوستير يا أخي هذه هما في الجلوستير كاين مال وزوج في مال عندنا مال ودو في مال كما قال لكم المال راه واجد الله يبارك وشحال ديالو السعر تاعهم؟ الله يبارك 600 الحبه داروا 6000 دينار الحبه عندنا هدايا سمي لي طاره ياك ميلي طاره شو عاليه قال لكم ميلي طاره شو عاليه الله يبارك باقي 2023 هكذايا قال لكم السعر تاعو راه يدير 20000 دينار زوج ملايين ارواحوا ارواحوا اسمعوه يا خويا لا قلناكم قلناكم ما قلناكمش هذه هي عندنا كذلك هنايا في اللوتينو الزيوروج بيان سير هذه السفرة هذا سمال هذه في مالا جاسف الله يبارك وعندنا شوفوا في الكري نوار في الجاسف نوار في الجاسف الله كاين هذا راه موجود وخوكم اسماعيل دائما يجيب الطاش الله يبارك شوفوا ما شاء الله الله يبارك حاجه شابه بزاف الله يبارك كيما هذا شحال دار هذايا؟ هذا دار 10000 دينار راكم تشوفوا الله يبارك ما شاء الله كذلك بالمناسبه كنا سبقنا درناه لكم نزيد نعاودوهم الهيمالايا راه موجود الله يبارك بكثره عندنا كذلك طفره الحسن موجودة وعندنا كذلك ليك ساميلي هذا ماجور 3 ملايين او جاي وجاتا وعندنا ساميلي طارق هذا تاع الطارة ماجيرون مطارة ماجيرون كيما قلتكم الله يبارك والشونك نسلم لكم رقم الهاتف تاع الاخ اسماعيل تواصلوا معاه لي انتيريسي يقول لي 045 35 14 38 0794 25 77 78 هذا هو الرقم ديروا تواصلوا مع الاخ اسماعيل بالمناسبه شوفوا المسهر الله يبارك قال لك صافي واحد الكات سيمان هو يجي على جال ناصر تي في يا خويا ما تلاقاش بينا ولكن طاحت لوكازيون اليوم راهو معنا لهنايا تبع كاع لي فيديو تاعي كامل قول والله كباش معيس بقار كلش لي زوم صافي ان كرون بليزير خوكم ناصر ومربي الحياه في رمضان نديروا معاه يعني سويره شابه هكذايا تقعد له سوفينير الله يبارك خوكم ناصر انسان يعني كما يقولوا بوبيلار نحب كامل الناس والحمد لله الناس كامل يحبوني بارك الله فيك اذا نروحوا نشوفوا الميلي هذا شحال شباب ساميلي شري تاعه الله يبارك ميلي جاسيو شحال شباب صافي بليزير هذا تبيع فيه ولا شريته ولا شوفوا يا خويا جابوا يدور معاه الله يبارك ما شاء الله واش تحب الطيور انت واش تحب؟ نحب الميلي الميلي المقنين المقنين الله يبارك صافي بليزير شحال في عمرك انت يا؟ عمري 9 سنين الله يبارك تقرا مليح يا اخي وراك صايم الله يبارك وين تسكن انت؟ نسكن في ولاد هداج ولاد هداج الله يبارك تعرف واش معناتها ديديكاس كاش تمد كيما يقولوا ديديكاس تحيه لامك ولا لابيك ولا لاخوك ولا هاي راه كلهم ديديكاس بابا وديديكاس
بودكاست الناصر تي في. لي زون خويا بارك الله فيك ربي يحفظك ويعطيك الصحه خويا العزيز سي جونتي نكملوا ونشوفوا واش كاين. عادل عادل يا خويا كذلك عادل الى الميدان من لاكسيدون عادل الى الميدان عادل مسكين دير اكسيدون يا خويا سلام دراسك باش درت اكسيدون عادل طوموبيل اجي طلع عليا لا لا والله ما سمعت يا عادل والله ما سمعت سمحوا لي يا خويا سلام دراسك خويا عادل الحمد لله سلام دراسك بورطون بيع رخيص ماشي قال دعاوي الناس ولا ها المغني كما شحال 140000 وديريش 150000 لا يعني اخوكم عادل كذلك يخدم يعني اسعار ما شاء الله وهاك ما اخوكم عادل يعني وهذا 100000 كذلك سيدي جان مع اخوكم عادل يا خويا ورايح وطبق طبق كيما قال لكم يا خويا حبيبي ثاني عيام مسكين يا خويا شوف والله غير هذه هي الهوغو واليمام الله يبارك هنايا في السوق بودوا خويا العزيز صافا لاباس صحيت خويا كذلك جاب لكم الكالوبسيد هذه هي سوق بودوا ضربوا جوله وشنو بكروا شويه كيقول لكم بكروا ماشي بزاف الساعه 9 ونص 10 تلقاو جميع انواع الطيور هنايا في السوق بودوا هذه هي خوكم ناصر يعني والله العظيم رانا نتعبوا على جالكم وصح نتعبوا ماشي حاجه سهله انتم ما تسعوناش بدعاوي الخير فقط هذا ما كان قلت لكم في روحكم قناه ناصر تي في تحييكم السلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.